إمتى الشيطان انتصر على محي إسماعيل؟ إذا كنت أنا الشيطان، هو في شيطان يقدر يخش ملعبي؟ أنا الشيطان. شيطان أمام الكاميرا، صح؟ لا، أنا شيطان في الإنسانية وفي الفكر وفي الأدب والأخلاق والذوق، فلا أسمح للشيطان أن يتسلل إليه. أنا عندي شيطان القيم، فأستطيع أن أهزم به شيطان الإجرام والعنف والحاجات اللي مش كويسة. أنت مش الشيطان؟ مش فلفزة. اللي أنا بقوله ده حقائق. أنا أول مرة أشوف حد بيستخدم وصف الشيطان للمتحف نفسه، دي جديدة عليا. أنا عمري ما وده يخليني أسألك، أتفضل. هل أنت أشطر من شيطانك ولا شيطانك هو الأشطر؟ لا، أنا أتشيطن على الشيطان نفسه، ولكني لست بشيطان، لكني أتشيطن. بمعنى تتشطر؟ لا، أتشطر لا، دي كلمة صغنونة. صغنونة. أتشيطن يعني حاول أتصدى له بكل قوة. يعني بتهزمه بالقضية؟ نعم، أهزمه، لكنه ساعات هو ينتصر علي، أقاوم تاني إلى أن أحاول أنتصر عليه وهكذا. خلي بالك، ربنا نفسه هو اللي قال كل بني آدم خطاء، كلنا خطاؤون. ونعمة بالله. ولكن بنحاول نحن نقوم من اعوجاجنا، واخد بالك؟ وأنا هقول لك كلمة قد تكون يعني إلى حد ما دلوقتي بتسعفني. ليس شرطا أن يكون في جيبك مصحف أو إنجيل، ولكن يكون في أخلاقك آية. بحييك. بحييك.